اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده خليها سمك، ولكن لما بنقول سمك بيبقى بطعم تاني وبشكل تاني ومدرسه تانيه خالص. النهارده معانا الكابوريا قشريات من عيله القشريات في البحر، ومعانا جمبري من القشريات، معانا سمك القاروص. النهارده هنعمل صينيه القاروص بالكريمه النهارده مع بطاطس، هتعجب حضراتكم قوي على فكره. والقاروص مدرسه مع الكريمه اللباني، هو بيحب الكريمه اللباني، هو اصلا القاروص السمك بتاعه واللحم بتاعه لحم ابيض طبعا لطيف وجميل، هنشوف ازاي ياخد الطعم الفليفر الجميل. معانا جمبري النهارده هنعمله مشوي على طريقتي بالسيخ زي الشيش كباب كده وزي الشيش طاووق، هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله، وهعلمك ازاي تخلي الجمبري ياخد الطعم والفليفر اذا كان بحر او ان هو بتاع مزارع مثلا او خلافه، تعرفيه ازاي الكلام ده هنشوفه طبعا في تفاصيل الحلقه بتاعتنا. معانا شويه كابوريا النهارده عاجبيني قوي على فكره، محملين. يعني ايه محملين؟ يعني الكابوريا دي بيقولوا عليها مثلا في السوق بتاعنا الكابوريا محمله شايله لحم شويه، ففي فرق. كابوريا في ذكر اللي بتشوف اللي هو بيبقى لونه ازرق ده بيستخدم في الشوربه، اما الكابوريا المحمله اللطيفه الحلوه دي بيبقى لونها فوسفوري. هنشوف نعملها النهارده مع شويه رز بالشبت هتبقى لطيفه وجميله. الاكل الحلو ده عدله مشروب صحي بيساعد على الهضم اللي هو اسموزي الليمون بالنعناع، هنشوف التفاصيل في الحلقه بتاعتنا. ما تنسوش طبعا سلطه الطحينه الجميله هنعملها كمان بطريقه جديده. ولكن عايز اقول حاجه قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، احنا البرنامج بتاعنا اكله امي خمس برامج في بعض طول الاسبوع، معانا خميس وجمعه اعاده، يوم السبت من الاسبوع بنعمل اكلات حضراتكم بتطلبوها من خلال السوشيال ميديا، بنكون بنتابع طول الاسبوع طلباتكم من خلال الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، وبناخد الاسئله دي بنجاوب عليها عملي. حلو الكلام. يوم الاحد من كل اسبوع بيبقى اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. بنعمل اكل صحي بقدر الامكان، بنهرب من الدهون والزيوت اللي موجوده في بعض الاكلات. يوم الاثنين من كل اسبوع بنروح على الصعيد الجميل والريف المصري الجميل، بنجيب اشهر الاكلات الجميله من المطبخ المصري بالطعم المصري. يوم الثلاث من كل اسبوع بنسافر كل الدول العربيه والدول الغربيه ونجيب اشهر الاكلات الانترناشونال الجميله الغربيه، والاسماء اللي عايزه نفكها ولغز بنشوفها في فيديوهات ومطاعم بنعملها لحضراتكم. يوم الاربع اللي هو النهارده سمك، بتتعاد يوم الجمعه. ليه يوم الجمعه يا شيخ مغازي؟ لان احنا المصريين فينا عاده من زمان ومتورثه جوانا، بنطلع بعد صلاه الجمعه مباشره ناخد السمك ونروح على البيت نعمله، وبتبقى اكله السمك يوم الجمعه حاجه كده متورثه جوانا وحاجه اساسيه، فعشان كده بنعيد لحضراتكم يوم الجمعه. تسمحوا لي اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، معانا شويه جمبري هنشوهم مع بعض دلوقتي بطريقه بسيطه وسهله. بنسيخ الجمبري ده في اسياخ خشبيه، ثلاثة مع بعض أربعة مع بعض زي ما أنت عايزة. معانا أسياخ أهوت، إحنا مسيخين طبعا كمية، فإحنا مع بعض علشان نعرف إزاي ممكن نسيخ الجمبري وبعدين نتبله. بنجيب حباية الجمبري كده، الميادين على الشاشة. ونمسك الجمبرية بالشكل ده كده، راسها بتبقى فوق، وناخد السيخ بالشكل ده كده. حلو، نفس القصة تاني. بالشكل ده كده. تبقى الجمبريه كده رافعه راسها وزي الفل بشخصيتها. نفس القصه كمان، ادي اتنين التالته اهي. يبقى انا عملت الجمبري مشوي سيخ. طبعا لازم تفتحي ظهر الجمبريه عشان تشيلي عرق الرمله اللي موجود فيها، ونصيحه مني من شيب بيحبكم، الجمبري ما يتغسلش بعد ما نفتح ظهره نهائيا. المغازي بيقول كده. صينيه القاروص معانا مع بعض على الشاشه. الدراك او الكنعد يا ست الكل يمشي مع الفريك، يتعمل زي المقلوبه او الكبسه. سمك القاروص المشوي بالكريمه اللباني لسه لغايه دلوقتي ما خلصناش. حلو الكلام، تعالوا نكمل مع بعض. معانا جيبوا لي الكريمه اللباني يا شباب. معانا مع بعض الطاسه على النار، وتعالوا نشوفوا مع بعض ازاي هنعمل الجمبري المشوي. بنحط معلقه مستردة، حلو اهي، انا عامل التتبيله دلوقتي بتاعت الجمبري المشوي، ومعانا توم، ومعانا معلقه عسل، يجعل ايامنا كلها عسل، قولوا امين. شفت التتبيله دي كده، مستردة وتوم وعسل. حلو قوي. نرفع كده ونقلب الخليط ده يا عم الشيف
معانا زبده، بنسيح الزبده دي بشويه زيت كده صغيرين سريعا. انا عايز اشوي شويه جمبري لهم طعم تاني خالص. بنحط شويه زعتر وشويه ملح وشويه فلفل على الزبده تاخد الطعم. شفت الجو ده كده والزعتر بتاعنا اهو. ناخد الخلطه دي كلها يا عم الشيف نقلبها كده، ناخد الطعم بتاع الزعتر اهو، لان الجمبري ما بياخدش وقت كتير في السوى، فانا عايز الطعم ده يخش جوه لحم الجمبري اهو. ازاي اعمل الجمبري المشوي وياخد الطعم والفليفر؟ في مثل بيقول لك اضرب الحديد وهو سخن واتقل على الرز لما يستوي. الحاجات دي كلها بتؤشر ان احنا نتقل شويه على الحاجه او ناخد معاها اسلوب الشبع. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني الجمبري ده عايز ياخد الطعم، فانا مش هتبله زي ما هو كده يا عم الشيف. غسلت الجمبري وهو سليم، شلت عرق الرمله منه وهو سليم، شكيته في قلب السيخ وسبته كده اهو، خليه في قلب اهو اهو يا فندم اهو 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 اهو. حلو، ده شويه الجمبري بتوعنا. هناخد الجمبري ده كده زي ما هو كده ونيجي على الجريلا. الجريلا بتاعتي بتكون سخنه ودرجه حرارتها عاليه جدا، نحط الجمبري على الجريلا اهو بالشكل ده كده واحده واحده اهو. موضوع ما فيهوش لوغاريتمات اهو اهو. لوغاريتمات دي كانت في الاعداد عنده في السنه وصعبه جدا اهو اهو اهو. حلو، ونفس الموضوع هنا العكس اهو. حلو اهو. هتعمل ايه يا شيف بعد كده؟ اصبر على الرزق، استعجل ليه؟ حلو قوي. زي ما هو كده يا عم الشيف الجمبري على النار. معايا خلطه انا عاملها وحاطط فيها كل الخبره الطهويه. الجمبري خد كده الصدمه، بصبر عليه شويه واقلبه تاني كده بالشكل ده كده، اشوف اللون البرتقاني بتاعه الشاهي اللي يفتح النفس اهو. شفتوا الجو ده كده اهو؟ ده ما بياخدش وقت كتير، اسهل من عمايل الشاي زي ما بيقولوا اهو. اهو حلو، ونفس القصه دي نحطها تحت تاخد لون، ونطلع دي كده من هنا. حلو قوي. ناخد الصلصه اللي انا عاملها دي كده واسمع صوتها في قلب النار. الله عليك يا عمي اهو اهو. يا ويلي يا ويلي، اقول لك ايه بقى؟ اهو عطشان يا سمراني اسقيني محبه اهو اه اه. بس خلاص خلص الجمبري، استوى الجمبري يا عم الشيف اه. الله، بس خلاص برفعه من النار بالتتبيله بتاعتي، عسل مستردة كريمه لباني. ادي الكريمه اللباني بتاعتي اللهم صل على النبي اه. خلص الجمبري، هاخده زي ما هو كده يا عم الشيف ونفتح الفرن بتاعنا. اخبار الجمبري عينيا هطلعه لك دلوقتي حالا. عايز تبص عليه؟ اه يلا. مخرجنا الجميل عايز يشوف الجمبري. عينيا عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايز اطلعه بشكل حلو لحضراتكم كده هنا اهو. اللهم صل على النبي اهو. ده الجمبري بتاعنا. مكانه فين ده؟ مكانه فين ده يا عمير؟ اهو كده مش هتاكل من الجمبري اهو. اللهم صل على النبي. ده الجمبري بتاعنا. معانا كمان شويه جمبري مشويين على النار. شفنا الجمبري اتشوى ازاي من غير تتبيله خالص، حطيناه يتشوي وبعد الشوي حطينا عليه التتبيله بتاعتنا الجميله علشان ياخد الفليفر والطعم. شفنا كمان عملنا سلطه البقدونسيه اللي هي الطحينه. البقدونس ما يتغسلش بعد التقطيع علشان ناخد السائل بتاعه والفليفر بتاعه يختلط مع الطحينه بتاعتنا الجميله، يكون الطعم هنا مميز. عدل السفره بتاعتي سلطه خضراء جميله على السفره، وما ننساش طبعا العصير اللي بيساعد على الهضم ويخلينا ناكل السفره كلها وما نشبعش غير لما تخلص عصير الليمون بالنعناع. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، الكل بيتساءل ليه حلقه الجمعه بتبقى سمك؟ احنا مش بنعمل حاجه من راسنا، احنا بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا ومن خلال العادات والتقاليد بتاعتنا. احنا يوم الجمعه اتعودنا بيكون الاكله الاساسيه سمك.
يعني تقريبا 90% من الناس بتخرج بعد صلاه الجمعه يا اما تاخد شروه السمك يا اما تروح على حلقه السمك، ودايما بيبقوا لابسين التوب الابيض بعد صلاه الجمعه. انا كنت اشوف ابويا كده الله يرحمه في البلد، ودايما كان بتوع السمك يقفوا جنب الجامع، نطلع من صلاه الجامع اللي هم واقفين جنب الجامع. الكلام ده لغايه دلوقتي انا متذكره. فدايما يوم الجمعه بتبقى اكله سمك، فعشان كده احنا بنعيد الحلقه يوم الجمعه، واحنا عندنا السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع بيكون احنا مع بعض مباشر، ولكن الخميس والجمعه اعاده. الخميس بنختار حلقه ولكن تكون صحيه، حلقه مميزه بنعيدها لحضراتكم، والجمعه بيكون حلقه سمك بناء على رغبه حضراتكم. رؤيه فن ابداع نستحقه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.